كلمة الايفوليوشن لو تقصد بيها ان في تنوع كتير قوي في الجنس الواحد، وبعدين الانتخاب الطبيعي برضو احنا موافقين عليه، انتخب بعض الحاجات تعيش في اماكن وانتخب بعض الحاجات تعيش في اماكن تانية وقضى على بعض الحاجات اللي مش عارفة تعيش، وماله ده كلام علمي طبعا وسليم. يعني لو في مكان جليدي عايش فيه انواع من الكلاب تزوجوا وعملوا انواع كتيرة جدا، غالبا اللي هيعرف يعيش في الجو الجليدي هيكون فروته تقيلة شوية، والباقي الانتخاب الطبيعي هيخلصنا منه، وكمان اللي لونه ابيض مش هيعرف ياكلوه الوحوش الاسود ولا الدببة ولا مش عارف ايه، فالنوع اللي لونه مدي على ابيض هو اللي مش هيبان من التلج، فالاعداء الوحوش مش هيلاقوه بسهولة، لكن هيلاقوا البني وهيلاقوا الاسود يتغذوا عليهم، فهيعيش اكتر الابيض ابو فروة كبيرة. بس عمر ما الابيض ابو فروة كبيرة ده هيتجوز حاجة من نفس نوعه وهيجيب لنا دب، لا هيجيب لنا كلاب برضه، هي دي الفرق. لكن من حيث انه بيتغير وبيتنوع وعمال يجيب انواع مختلفة، بس البيئة او الطبيعة بتبقي على نوع معين لان ده اللي يتكيف معاها، اه طبعا ده موجود ونعترف بيه، مفيش عند علميا صح. الاختلاف الوحيد هي كلمة كجنس، ان ده ما بيتنقلش على ده وده ما بيتنقلش على ده. عمر ما في على مدار السنين حد من نفس الجنس تزوج من نفس الجنس وانجب حاجة مختلفة، ده غالبا اللي بينجب ده بيجي حاجة مشوعة حتى لو اتعمل بالعافية، زي الحصان والحمار يجيبوا بغل عقيم ما يعرفش يجيب بعد كده، لكن لازم يتزوج كجنسه عشان يعرف يحافظ كنوعه زي ما ربنا قال لهم هنا كده يحافظوا الأنواع. برضو أنا أفكركم تاني بالحتة الجينية، الجينات تختلف، الجينيتك بول يسموه مجموعة الجينات أو الحقل الجيني لكل جنس مختلف عن التاني، عشان يتغير القصة مش محتاجة انه يأدبت او يتكيف مع البيئة، ولا مثلا يتعرض لأشعة الشمس تغير في جيناته، لو غيرت في جيناته ممكن تجيب له مرض، ممكن تشوهه. يعني عمركم شفتوا مثلا واحدة حامل نقول لها اوعي تتعرضي لإشعاع وتعملي أشعة كتير على بطنك اكس راي ومش عارف ايه عشان يشوه الجنين، لكن عمر واحدة تعرضت لأشعة من دي راحت ولدت حاجة مختلفة عن الإنسان، طلعت بقى حاجة متطورة أكتر، مثلا عملت سوبرمان إنسان بيطير مثلا، لا دي هتطلع حد غالبا مشوه او في مرض او يحصل حاجه في كروموزوماته تلخبطه مش تحسنه. حتى لو افترضنا بفكره الميوتيشنز او الطفرات اللي بتحصل نتيجه الاشعاع ما بتطلعش جنس جديد، دي بتطلع نفس الجنس بس مشوه. هقول لكم عملوها ازاي، جابوا حاجه اسمها ذبابه الفاكهه، ذبابه الفاكهه دي بتتناسل وبتكتر بسرعه قوي، يعني الانسان معدل التزاوج وكده كل 9 شهور الحمل، يعني كل جيل حوالي 30 سنه، ذبابة الفاكهة دي بتطلع أجيال وأجيال كل يوم عمالة تفرز. فقالوا بس دي طريقة كويسة نقيس عليها تأثير الإشعاع، لو أثرنا في الجيل ده كمان أسبوع حصل حوالي مش عارف 200 جيل، فنقدر نعرف الإشعاع ده أثر فيهم ولا لأ. راحوا عاملين إشعاع على ذبابة الفاكهة دي وشافوا بقى الأجيال اللي عمالة هي بتولد كتير بتفرز وتبيض كتير قوي تك 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 تك، لغاية ما بعد أسبوع بقى في كميات ذبابة فاكهة رائعة. شوفوا بقى آخر واحدة من اللي تعرضت للإشعاع دي حصل فيها إيه، لقوها ذبابة فاكهة برضو، ذبابة الفاكهة بس ما عندهاش جناح، واحدة تانية من غير رجل، واحدة من غير ايد، واحدة لقوها باربع جناحات بس اسمها ذبابة وذبابة الفاكهة تحديدا بس مشوهة. كذلك الانسان مهما كان عايش وحصل فيه اشعاع ولا طفرات اجيال كتيرة اجيال كتيرة اجيال كتيرة اجيال كتيرة هيطلع انسان برضو بس مش طبيعي، بس عمره ما هيقلب على نوع تاني. القرد او الشمبانزي او ما شابه لو تعرض لاشعاع كتير قوي قوي او حصل فيه طفرات كتيرة قوي قوي هيطلع بعد اجيال كتيره برضو قرد او شمبانزي مشوه بس مش هيقلب على انسان، مش هينفع، شفناهاش ولا اختبرت ولا اتعملت في المعمل ولا اي حاجه. والجمله اللي معروفه ان الميوتيشنز في الاغلبيه العظمى فيها فيما عدا 2-3 بيطلعوهم كده ان هي عملت امراض بس الامراض فادت ناس، لكن في الاغلبيه بتعمل امراض، مش في الاغلبيه تقريبا في الكل. هو الكانسر عباره عن ايه، السرطان عباره عن ايه، عباره عن طفره في الجين، واحد تعرض لاشاعات ولا حاجه من ديه او ادويه او بيئه معينه او حاجه وراثيه لخبطت له الجينات عملت طفره، فالطفره حتى ما تقلبش من جنس لجنس. فبالتالي كلام الكتاب المقدس واضح ان اتخلق الطير كجنسه واتخلق الحيوانات كجنسها واتخلقت الاسماك كجنسها والزحافات كجنسها. صحيح مكتوبه بالترتيب الرائع اللي العلم بيقوله ان فعلا لقوا ان السمك كان في الاول وبعدين البرمائيات وبعدين الحيوانات وبعدين الانسان بشكل تصاعدي كده عشان الانسان يجي على راس الهرم، لكن مش معنى كده ان كل واحدة جاية من التانية لان كل واحد اتخلق كجنسه.
أخيرا يقول: وقال الله ليخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها. تلت الحيوانات ربنا يخلقها من الأرض وبرضو تطلع كجنسها، ودبابات ووحوش أرض كجنسها. بالمناسبة كلمة التنانين العظام دي لغاية فترة كان في بعض الناس بيهاجموا الكتاب المقدس، لغاية فترة ده يعني في العصور الوسطى، قرون الوسطى، القرن الخمستاشر بتاع أيام ظهور داروين والإلحاد، قالك إيه بقى إن شاء الله التنانين العظام دي؟ مفيش حاجة اسمها تنانين. شفت دي متاخدة من الأساطير، الأساطير هو اللي فيه تنين. تنانين العظام دي اللي مقصود بيها الديناصورات. فين وفين سنة 1600 وحاجة وبعدين 1800 اكتشف إن في حاجة اسمها تنانين عظام المقصود بها، ما كانش معروف ولا موسى شافها، لكن عرفها منين؟ عشان ده الوحي المقدس، إن كان في حاجة اسمها تنانين عظام وربنا خلقهم وقعدوا تمد على الأرض. وعلى فكرة دول بالذات الحيوانات دي ربنا قال لها باركها وقائلا: اسمري واكسري واملئي المياه في البحار وليكسر الطير على الأرض. اشمعنى ربنا دول بالذات خلاهم يسمروا ويكتروا بسرعة قبل ما الإنسان يتخلق؟ أولا عشان يخدموا الإنسان، لكن أنا عايز أقول حاجة. إيه رأيك، هل كترة الحيوانات دي حد يقول يعني ربنا خلقهم عشان يكتروا ويستمتعوا بالأرض؟ يعني هما فاهمين ولا حاسين؟ ولا ربنا ليه خلق حيوانات مدة طويلة كده؟ وفين وفين في اليوم السادس اللي هي يمكن تكون بعد حقبة طويلة خلق الإنسان؟ هي ببساطة الحيوانات دي تفتكر ان هي ما كانتش ليها قيمة؟ ولا العشب ده ما كانش ليه قيمة؟ ولا السمك ما كانش ليه قيمة؟ ولا الطحالب اللي في البحر ما لهاش قيمة؟ دي ليها أعظم قيمة. عارفين هي إيه قيمتها دلوقتي؟ البترول. البترول والزيوت اللي بتستخرج من أعماق البحار ومن الأرض جاية منين دي؟ ما هي جاية من الفترات ما قبل التاريخ دي، فقرات الحقبات الأولى خالص اللي الحيوانات والأعشاب دي اتدفنت فيها وطلعت لنا دلوقتي مواد نقدر نستخدمها في الطاقة. وقال الله ليخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش أرض كأجناسها. خلي بالكم كلمة أجناسها لكل شوية تتقال، مع إن كان من السهل، أنا آسف يعني، ده من السهل إن موسى اللي كاتب الروعة دي على طول يعني هيتوقع إن القرد والشمبانزي شبه الإنسان شوية والحيوانات شبه بعض شوية، كان بسهولة كده يقول ودول جم من بعض زي ما هو قال كده بالترتيب. قال الأسماك، يعني هو كان لقطها إن الأسماك والبر مائيات وبعدين البريات وبعدين الحيوانات وفي الآخر الإنسان، فهو شايف التسلسل ده، فكان من السهل جدا ما يقولش كلمة كأجناسها دي، كان يقول جم من بعض وخلصت. ما كانش يعرف حاجة اسمها إن الجينات هنا مختلفة عن الجينات هنا عن الجينات هنا عن الجينات هنا وما ينفعش يبقوا من بعض، ما كانش يعرفها، بس الوحي المقدس عارفها، فكان لازم يبقوا كأجناسهم. أخيرا يقول: وقال الله لنعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون بقى على سمك البحر، طير السماء، البهائم، وعلى كل الدبابات التي تدب على وجه الأرض. وربنا رجع تاني قالهم بهذا الترتيب التصاعدي. البعض بيقول: طب بداية الحياة هي ليه ربنا ابتداها ما كانش يسيبها تيجي من بعض؟ يعني فكرة برضو لطيفة.